طبعا بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفل بها دولة الكويت، يسر أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. أهلا بك سيد حمد. أهلا. طبعا بداية لابد وأن نستذكر في هذا اليوم الوطني لدولة الكويت العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، التي هي بالطبع علاقات تاريخية راسخة، تمتلك يعني صورة واضحة وصورة جميلة بين الدولتين الشقيقتين. نتكلم أو نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. حقيقة في البداية أود أن نهنئ الكويت، نهنئ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية. وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذه العلاقة خاصة بين البحرين وبين الكويت، أنا أستذكر هنا تصريح لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عندما يقول بأن أي اعتداء على الكويت هو اعتداء على البحرين، وأن القوات البحرينية في الكويت للمشاركة في حمايتها برا وبحرا. وهذا طبعا يؤكد التلاحم ويؤكد العلاقات التي تشهدها دائما البحرين والكويت على كافة المستويات. يعني بالنسبة لنا الكويت حقيقة تعتبر بلدنا، والبحرينيين يجدون في الكويت بلدهم الثاني، وأعتقد أن نفس الشيء بالنسبة للشعب الكويتي يرى في البحرين بلاده. العلاقات البحرينية حقيقة الكويتية متجذرة في التاريخ، وتعود إلى يعني قرون بعيدة. يعني هناك مثل ما يقولون علاقات أسرية بين آل صباح وآل خليفة، وهناك علاقات بين القبائل الموجودة في البحرين وفي الكويت. لذلك هذه العلاقة ليست وليدة اليوم، وكل ما نشوفه اليوم ما هو إلا امتداد لهذه العلاقة الجميلة المستقرة. يعني أنا أحب أؤكد على أن هناك استقرار، هناك أمن في العلاقة بين البلدين، لم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة للعلاقات بين البحرين والكويت على مدى التاريخ. يعني يشهد التاريخ دائما أن احنا في علاقات كلها خير وطيبة وإنسانية. نعم، طبعا تحدثنا عن هذه العلاقات التاريخية، ولكن اليوم يجب أن نتحدث أيضا على دور الكويت، يعني المشهود له عربيا خليجيا إقليميا ودوليا. نتكلم عن هذا الدور المحوري الذي تقوم به دولة الكويت اليوم. حقيقة أولا أيضا عندما نتكلم عن هذا الدور نتكلم عن سياسة دولة الكويت. نعم بالتأكيد، سياسة دولة الكويت التي يعني بدأت أو أدار دفتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح منذ أكثر من 4 عقود عندما كان سموه وزيرا للخارجية. دائما كانت تؤكد على يعني سياسة حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك بناء علاقات طيبة مع كل الدول في العالم. بالنسبة لما نتكلم عن دور الكويت في بالنسبة لهذه العلاقات مع العالم، نبتدي بالخليج. نرى أولا في الخليج أن للكويت دور مهم في إنشاء مجلس التعاون. هذا الدور هو الذي ساعد على أن يتم قيام هذا الصرح المهم جدا في منطقة الخليج. وأنا على ما أذكر بأن هذه الفكرة التي كانت يعني خرجت من البحرين وتم يعني التشاور فيها مع المملكة العربية السعودية، ثم قامت الكويت بإعداد يعني مسودة مثل ما يقولون الدستور أو البيان المتعلق بهذه بالمجلس. من ناحية العلاقات على المستوى العربي، طبعا العلاقات الكويت تقدم الدعم والمعونة، أذكر على حتى على الجانب الإنساني أيضا. الجانب الإنساني طبعا معروف بالنسبة لصاحب السمو الشيخ صباح، فهو يسمونه أمير الإنسانية. وفي 2014 تم حقيقة يعني الاحتفال بتسميته أو إطلاق لقب أمير الإنسانية على سموه في احتفال كبير في الأمم المتحدة. ودور الكويت يعني
الإنساني كبير يعني بالنسبة لليمن، بالنسبة لمناطق كثيرة من العالم. نعم طبعا في هذا المقام ربما الوقت لا يسعنا بأن نتحدث عن الكويت وعن إنجازاتها وعن النهضة التي تنعم بها إن شاء الله. الأستاذ حمد العامر الباحث في شؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في استديو مركز الأخبار. أهلا وسهلا.